بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة هنعمل لكم البيتزا بطريقتين مختلفتين والحشو مختلف، وبإذن الله هنعرفكم المكونات بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. تابعونا ونشوف هنعمل إيه. ومعنا دلوقتي مكونات البيتزا. طبعا أنا هعمل وحدتين بيتزا بأشكال مختلفة وبطعم مختلف. كيلو دقيق، نص كوباية زيت، معلقة سكر على معلقة ملح، قطعة خميرة بالحجم ده، وعندي اللبن الزبادي اللي انا عاملاه في البيت، وفي حلقة عرفكم فيها اللي ما شافهاش ازاي تعملي الزبادي والقشطة في البيت. وطبعا زي ما احنا شايفين ده الشرش، المية دي هي الشرش اللي بينزل من اللبن الزبادي، ما برميهاش برضو. وعرفكم وده هو ده مطلعاه برضو من اللبن الزبادي. طبعا انا خدت منه وعملت مخبوزات كتير، وان شاء الله هنعرضها ونتفرج عليها وهتلاقيها جميلة ولذيذة جدا. والشرش ده هنعمل بيه برضو، نعجن بيه الفطير ان شاء الله في حلقة الفطير المشلتت، وهيبقى له حلقة مخصوص ونعرفه لكم ازاي تعمليه بكذا طريقة وبكذا طعم مختلف، وهنعمل منه الحلو والحادق، وهتبقى حلقة جميلة ان شاء الله. دلوقتي هنعمل البيتزا. دلوقتي هحط شوية مية واحط ملح والسكر على الخميرة، وادوب الخميرة كويس خالص، لازم تدوب الخميرة. دوبنا الخميرة زي ما احنا شايفين دابت في المية. ها هبدأ احط الدقيق، يبقى كيلو دقيق هنعمل بيه اتنين وحدة بيتزا كبار. ممكن تعملي تلاتة، ممكن تعملي منها عشرة لو عايزة تعملي بيتزاية صغيرة كده، ممكن تعمليها انت وراحتك. انا بحب البيتزاية كبيرة كده ونقطع منها واخلص يعني من الاخر. هنحط قيمة كوباية زبادي على الكيلو واللبن، وهنحط برضو شوية من الشرش، ده بيخلي ريحة البيتزا جميل وريحة المخبوزات بيخليه جميلة. وانصحك انك تعملي يبقى عندك دايما اللبن الرايب ده في البيت، عشان المخبوزات بالذات بتحب اللبن الرايب مش اللبن العادي، بيخلي لها ريحة وطعم مميز غير اللي في المحلات خالص. وهنحط نص كوباية الزيت، وهنقلب ونضيف لها طبعا هنزودها مية لو عندك شرش اكتر. طبعا الشرش اللي عندي اللي شفتوه ده انا هعمل بيه فطيرة، وهوريها لكم فطيره مشلتته جميله، هوريها لكم وهعملها لكم باشكال مختلفه وبطعم مختلف ان شاء الله باذن الله. وطبعا في ستات بيشتروا كل حاجه من بره، احنا في القناه بتاعتنا وفر في بيتك بنعلمك كل حاجه، بحيث ما فيش حاجه تنشري من بره نهائيا، لان الحاجات اللي بره دي لا بتشبعنا بتجوعنا من الاخر، يعني بتجوعنا ما بتشبعناش، وطعمها ما بيبقاش زي اللي بيتعمل في البيت، لان طبعا زي ما انتم شايفين المكونات كلها جميله، والزيت زيت ذره مش زيت عادي. هو لو عمل لك بيتزا هيعملها لك بالزيت العادي، مش هيعملها لك بزيت الذره، ولو حاجه بتحط عليها سمنه هيحط لك السمنه المهدرجه. انت طبعا هتعملي بالسمنه النظيفه اللي انت عاملاها في البيت، وانا طبعا في فيديو من الفيديوهات هعرفكم ازاي ناخد القشطة اللي احنا عاملينها في الطاجن ده ونعمل منها زبدة ونعمل منها سمنة ومرتة كمان. وفي حلقة عملتها عن تسيح الزبدة، ياريت تتفرج عليها هتفيدك، ويبقى عندك المرتة الفلاحي اللي كلنا بنحب نشتريها، تبقى غالية والطبق صغير خالص وغالي على الفاضي. لا انت هتعمليه في البيت وبكيلو لبن هيبقى عندك قشطة، وهيبقى عندك زبدة، ويبقى عندك لبن رايب تعملي بيه اللي انت عايزاه.
ممكن طاجن زي ده يكفيكي اسبوع تعملي منه مخبوزات ويبقى ريحتها حلوه وجميله. زي ما انتوا شايفين كده بلم العجينه ما بسيبش حاجه خالص. واهم حاجه في عجينه البيتزا ان احنا نعملها زي اللبانه، نمطها وتبقى في ايدينا زي اللبانه وتبدا ما تلزقش في الحله زي ما انتوا شايفين كده، وتبدا العجينه تسيب ايدينا كمان. واحنا ايه الاول بتبقى لازقه في ايدينا، تبدا تسيب ايدينا شويه شويه، بعد كده مش هتبقى في ايديا خالص زي ما احنا شايفين. العجينه تبقى وسط مش طريه ومش ناشفه، وتبقى انجح بيتزا ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه نلت العجين كويس خالص، نلت العجين كويس. كيس عادي عندك مش لازم استريتش ولا حاجه، هنغطي العجينه ونسيبها ترتاح قيمه ربع ساعه لو احنا في الحر، نص ساعه لو احنا في السقعه، وارجع لكم تاني واشوف هنعمل ايه. وده السجق اللي احنا حشيناه بالفتفوتة اللي كانت فاضلة من صدور الفراخ اللي احنا تبلناها بالثوم، وهنشوف هنعمل بيها ايه. هنحط شوية زيت على النار وهنبدأ نحمر الصوابع اللي احنا عملناها. نسيبها لما تتحمر شوية ونقلبها. وطبعا انا عامله صلصه جاهزه، وفيديو من الفيديوهات اعرفكم تعملوها ازاي. هنحط عليها شويه ملح وهنحط ثوم عشان دي هنحطها على البيتزا، لازم يتحط لها ثوم يبقى طعمها جميل قوي وريحتها حلوه. واحط معاها كمان شويه خل صغيرين بيطعموها وخلوها جميله، وهسيبها لما تتسبك وارجع لكم واشوف هعمل ايه في العجينه. ودلوقتي العجينة خمرت وهي كانت كمية قليلة بس كده دقيق بس، هنطلع الكيس من عليها ونشوف هنقطعها ازاي. هنقطع قطع الشكل ده ونحطها في الدقيق ونكورها. هرش الصينية بتاعت الفرن بتاعتي على طول مباشر، وادي البيتزاية، انا عايزة اعمل بيتزاية كبيرة، اكبر بيتزاية. نقلبها بقى، الصينية بتاعتي بتبقى فيها يعني تخينة شوية. دلوقتي احنا حمرنا السجق بتاع الفراخ وسبناه يبرد عشان نعرف نقطعه، قطعناه قطع بالشكل ده، وهنعمل منه البيتزاية الكبيرة اللي هتشوفوها كمان شوية. طبعا احنا منرميش اي حاجة عندنا في قناة وفر في بيتك، عشان بنعلمك ازاي توفري وتدبري في البيت، لان ليه المبذرين اخوان الشياطين. طيب دلوقتي ودلوقتي احنا حطينا الصلصة بالشكل ده على البيتزا. طبعا البيزمر ده المولد عندنا، المولد اليومين دولت، فالاولاد شارين زمامير بقى مهيصلنا على الاخر. دهنت الصلصة كويس، هبدأ ارص الحاجات بتاعتي، والجبنة بحطها في الاخر.
وده الزيتون اللي احنا عملناه في حلقة من الحلقات، يا ريت تتفرجوا عليه، عملناه ببساطة وبسهولة في البيت. هنرشه على قطعناه بالسكينة عادي، مش لازم دوائر ولا حاجة، وبنرشه على زي ما انت عاوزة، تحط كتير تحط قليل زي ما انت عاوزة عشان يديلها بس طعم جميل. وهنحط الجبنة التركي، ولو مفيش جبنة تركي بنحط جبنة شيدر او اي جبنة من اللي بتتمط، اي نوع من الجبن اللي بتتمط اللي عندي بحطها. وطبعا بحط الكمية اللي انا عاوزاها، عايز احط كتير احط قليل زي ما انت عاوزة. البيتزا انت حرة فيها، اهم حاجة صلصتها تبقى طعمها مظبوط وملحها مظبوط، ولازم تدوقيها قبل ما تحطيها. وزي ما احنا شايفين لازم تعرفي ان البيتزا غنية بالكربوهيدرات والدهون اللي بتمنح الجسم الطاقة، ولو عايزة تزودي القيمة الغذائية لها لازم تضيفي لها اي بروتينات، سواء كانت لحوم مفرومة او اسماك، سواء كانت اسماك بحر زي التونة مثلا، او بتحطي الجمبري والحاجات ديت اللي احنا عارفينها، او ممكن تخليها بالجبنة وبس برضو حسب الطعم اللي انت عاوزاه. وياريت برضو اي وجبة او اي اكلة انا باكلها منساش لازم طبق الخضار وطبق السلطة، ده شيء ضروري مع كل اكلة عشان الفيتامينات. ودي شكل البيتزاية بتاعتي قبل ما احطها في الفرن، هحطها في الفرن على نار هادية وهتابعها كل شوية وهطلعها وراها لكم شكلها ايه. وزي ما احنا شايفين ادي اكبر بيتزاية اتعملت بفتفوتة من الفرخة، زي ما احنا شايفين مليانة حشوة وجميلة وروعة في الجمال، ومهدرناش حاجة ومرمناش حاجة، ودينا بنوفر في كل حاجة والحمد لله. وادي البيتزاية التانية هفردها في الصينية زي ما احنا شايفين اهو، احضرها واجهزها. اول البيتزاية التانية ما تطيب واشيلها احط دي مكانها على طول، وهحشيها واوريكم انا هحشيها بايه. ودي الحشوة بتاعت البيتزاية التانية، عبارة عن فلفل مشكل وزيتون مقطع، زيتون مخلل طبعا مقطع، وجبنة موتزاريلا تمام، وعندي جبنة تركي. ويلا بينا نحشيها. وهنحط الموتزاريلا على الوش وتبقى احلى. اهم حاجة الجبنة الموتزاريلا، لان هي اللي بتمط معايا، شايفين شكلها عامل ازاي، هوريها لكم برضو بعد ما طيبها. زي ما احنا شايفين ادي البيتزا الاولانية اللي احنا عملناها بسجق الفراخ، منظرها روعة في منتهى الجمال. وادي البيتزاية التانية اللي عملناها بالجبنة بس، ويدوب حطينا عليها الفلفل المقطع والزيتون. وزي ما احنا شايفين بمنتهى البساطة عملت بيتزايتين، والاتنين ما قعدوش ما خدوش وقت في عمايلهم، ويدوب 10 دقايق كان عندي احلى بيتزاية واكبر بيتزاية بشكل وشكل تاني ونوع ونوع تاني، وده لها طعم ودي لها طعم تاني. وتحط التشكيلة اللي على الوش زي ما انت عاوزة وزي ما ترغبي وباي مكونات. وزي ما احنا شايفين عملت برضو وحدتين بيتزا صغيرين كده لأطفالنا في المدارس عشان ياخدوهم معاهم المدرسة بإذن الله، وتعمليها بالحجم اللي يعجبك، ممكن تعمليها أصغر من كده كمان لو انت عاوزة، بس دي تعتبر وجبة كده هياخدها تكفيه بدل السندوتشات في المدرسة. ياريت اللي عجبته الوصفة ديت ما ينساش الدعم بتاع القناة، اللايك والسبسكرايب عشان نستمر في عرض فيديوهات أحلى وأحلى إن شاء الله.